الكبد هو العضو الأساسي لتنظيف الجسم من السموم، بس في مشكلة، لو زادت السموم في الكبد هيبدأ إن هو هيتضرر ويتلف. طيب يا ترى في حل إن احنا ننظف الكبد ده من السموم ولا مفيش حل؟ ده السؤال اللي بيشغل ناس كتير. أيوة، في حل طبيعي لتنظيف الكبد من السموم. بإيه؟ ببعض الأطعمة الطبيعية المهمة اللي لازم تركز فيها. زي ايه؟ اول حاجة التوم، واللي فيها مادتين السيلينيوم والاليسين، واللي بيساعدوا في تنظيف الكبد، كمان بينشطوا الانزيمات بتاعت الكبد. تاني حاجة الجريف فروت، واللي فيه نسبة عالية جدا من فيتامين سي ومضادات الاكسدة. تالت حاجة الشمندر والجزر، واللي فيهم البيتا كاروتين والفلافونويدز، ودول مركبات طبيعية بتساعد على تحسين وظائف الكبد. رابع حاجة الخضروات الورقية، وخصوصا السبانخ والجرجير، لأنهم بيحفزوا العصارة الصفراوية إن هي تشيل السموم من الدم. خامس حاجة هو الأفوكادو، وده بقى بيساعد الجسم على إنتاج مادة اسمها الجلوتاثيون الضرورية لنشاط الكبد. سادس حاجة التفاح، واللي فيه مادة اسمها البكتين، واللي بتنظف الكبد من السموم. سابع حاجة هو زيت بذور الكتان وزيت الزيتون، ولهم قدرة عالية جدا على امتصاص السموم من الجسم. تامن حاجة الليمون، وبرضه غني بفيتامين سي. تاسع حاجة هو الكركم، والمفيد جدا لأنه بيمنع سرطان الكبد. يبقى لازم تحافظ كويس جدا على الأكلات دي. عشان إيه؟ عشان صحة الكبد، وابعد طبعا عن الكحول والتدخين، وخلي بالك على صحتك. وشكرا ليكم، والسلام عليكم.